I give the floor to Sheikh Bin Bin Bayy, uh, President of the Forum for Promoting Peace in the Muslim Societies. The Sheikh has the floor. Alhamdulillah, <laughs> Rabbil al-Aalameen, Salatu wa ala sidi na Muhammadin al-Khatim, ala ikwanhim an-nabiin. سيادة نائب الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أيها السادة والسيدات نحن نشكر مبادرة الرئيس أوباما للدعوة إلى هذا المؤتمر والتي نضعها في نطاق التعاون على الخير وتعاون مع البر والتقوى ولا تعاون مع الإثم والعدوان كما يقول الله تعالى علينا أن نتعاون لأن السفينة تغرق والبيت يحترق نحن اليوم نحاول انقاذ السفينة العالمية كما شاء في الحديث نحن نحاول اطفاء الحريق الذي اشتعل في البيت في بيت الارض في بيتنا جميعا نحن اطفائيون انقاذيون ليست لدينا سفينة نوح علينا ان نتضامن جميعا وان تتكامل ادوارنا طبقا لمستوياتنا ووظائفنا وظيفة رجال الدين إطفاء الحريق في القلوب والنفوس لأن الحريق لا يشبه البيوت إلا بعد أن تشتعل القلوب والنفوس الإطفاء لا يسأل عن لمن؟ لماذا أشعل الحريق وإنما يسأل عن كيف كيف أطفئ الحريق إذا أعلنا في منتدى تعزيز السلم عن تقديم كيف على لماذا لأن مشكلة الأسباب في منطقة الشرق الأوسط مشكلة طويلة ذيل ومعنى ذلك أن قضية السلم لها الأولوية على قضية الحقوق هنا أختلف مع كانت الذي يرى الأسبقية العدالة وأؤيد توماس هوبس الذي يرى تقديم السلم وهذا ليس تقليلا من أهمية العدالة لكن لأن السلم يمنح فرصة لنيل الحقوق أكثر من تلك التي تمنحها الحرب وبذكر الفلاسفة فإني أتفق مع نيتشه الذي يرى أن الحضارات تمرض. حضارتنا الآن مريضة وإن الفلاسفة هم الأطباء وأنا أقول إن المفكرين والعلماء هم الأطباء. نحن نحاول علاج هذه الحضارة. وظيفة علماء المسلمين أيها السادة من أقدم التاريخ هي المحافظة على أمانة النصوص المقدسة وصفائها وصحة تأويلها والصدق في ممارستها. بالتأكيد كانت المهمة محفوفة بخطرين، بخطر الطغاة المستبدين وبخطر الغلاة المتطرفين. نترك اليوم الطغاة إلى جانب لنتكلم عن الغلاة المتطرفين. مع ذلك فإن العلماء كانوا وما يزالون أو بعضهم على الأقل يحاولون أن يقوموا بمهمتهم هذه رغم الصعوبات وتغيير البيئات. سأترحم هنا على علماء اغتالهم المتطرفون في السنوات الماضية في العراق وسوريا وباكستان ونيجيريا وقبل شهرين فقط كان أحد العلماء يقدم روحه لينضم لهذا الموكب في وسط مالي مهمة العلماء هذه هي التي نحاول في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في أبو ظبي أن نقوم بها تغيير العقليات وتصحيح المفاهيم أذكر على سبيل المثال أمثلة بسيطة وقليلة مما قمنا به ما قمنا به في سنة 2010 من تصحيح فتوى ماردين التي كان يعتمد عليها المتطرفون في كتاباتهم وممارستهم لاغتيال الناس واغتالوا رئيس مصر على أساس هذه الفتوى حيث صححنا خطأ عمره أكثر من مائة سنة عندما ناقشنا المتطرفون أخرج النسخة الوحيدة المخطوطة في مكتبة الظاهرية بدمشق التي أظهرت صدق كلامنا وزيف دعواه نعمل على تصحيح المفاهيم كمفهوم الجهاد ومفهوم الدار ومفهوم الولاء والبراء هذه مفاهيم التي يتوكل عليها المتطرفون لتكون كما كانت سياشا للسلام وليست دعوة للحرب وهكذا عجل عالجنا الذاكرة التاريخية المختزلة بحروب بتقديم نماذج السلام في التاريخ الإسلامي من خلال إنشاء جائزة الحسن لعلي صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوقف أول حرب أهلية في الإسلام منحنا الجائزة لعالم هندي جاوز التسعين امضى أكثر عمره في الدعوة للسلام. إن عملنا أيها السادة لا يتنافى بل يتكامل مع التدابير الاقتصادية والسياسية التي من شأنها أن توجد بيئة السلم والوئام في المجتمعات. ونحن ندعو هنا دعوة صادقة الحكومات وبخاصة الدول الكبرى ذات المسؤولية الخاصة أن تسعى لإزالة المظلومات المظلوميات التاريخيه المزمنه حتى يستتب السلم المستدام نحن مستمرون في عملنا سواء تعلق الامر بالتنظير او تعلق بالعمل في الميدان فبالنسبه للتنظير سنشارك في عقد مؤتمر حول حقوق الاقليات والطوائف الدينيه في العالم الاسلامي سينعقده في المملكه المغربيه شراكه بين وزاره الاوقات والشؤون الاسلاميه ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمه بدأنا العمل لترتيب هذا المؤتمر في 2012 بندوة في مراكش عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ثم ندوة أخرى عقدنا ندوة أخرى في تونس لننتهي إلى مؤتمر كبير سيتمخض عن إعلان حقوق المواطن لجميع الاقليات على اساس صحيبة المدينه المنوره التي اقرت الحقوق والواجبات لمواطني المدينه من مسلمين ويهود واخرين حيث نوضح ان الاسلام لا يمارس الاباده ولا العنف على المخالف ولا التمييز دينيا كما قال تعالى لا اكراه بالدين. ميدانيا سنستمر مع علماء نيجيريا. بعد لقاء تم الاول مع حوالي عشرين منهم في ابو ظبي، ولقاء ثاني بحثوا فيه مع صديقي كاردينال جون اونيكان، وسلطان سكوتو سعد ابو بكر افاق السلام بمناسبه اجتماعات قاعده قاده الاديان في ابو ظبي، وهو لقاء دعت له منظمه اديان من اجل السلام التي يقودها صديقي الاستاذ وليام فدري. وبمباركة مشكورة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسنعقد قريبا بشراكة مع مركز خادم الحرمين الحوار اجتماعا للبحث عن السلام في إفريقيا الوسطى نحن بتوفيق الله تعالى ماضون في هذا السبيل نمد أيدينا لذوي النوايا الطيبة من الباحثين عن السلام من كل المذاهب والمشارب سواء داخل البيت الإسلامي أو خارجه ندعو لحلف واستراتيجية ثقافية وفكرية تواجه خطر الحرب والعنف وجنون هذه الساعة الزمنية التي كان الشاعر العراقي القديم النجفي يعنيها بقوله إن لا في زمن لفرط شذوذه من لا يجن به فليس بعاقل أيها السادة ندعوكم لبذل جهود في البحث عن السلام بوسائل السلام وإيجاد بدائل للحرب ندعوكم لاعتماد المناهج الأخلاقية والبرامج الفكرية التي من شأنها أن تستقطب الشباب وأن تقدم الديانة لا كعدو وإنما كسبيل للسلام ندعو لتكريس جزء من ميزانيات الحرب لبرامج السلام هم ختاما أيها السادة إن الدين كالطاقة النووية قد تجرب الازدهار والاخضرار والانتعاش الاقتصادي إذا كانت سلمية لكنها قد تجرب الدمار إذا كانت عسكرية فالدين بالأصل طاقة سلام ومحبة ووئام لكن قد يسيء استعباده من لا يعرفه من الإرهابيين بحسن نية أو سوء نية يجلب الخراب والدمار نسأله سبحانه وتعالى وهو العلي القدير أن يزيل السكينة والعافية على أهل الأرض والسلام وأخيرا أدعوكم ألا يأس بعضنا من بعض ولا تذكر وصية يعقوب لأبنائه لأبنائي يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون والسلام عليكم ورحمه الله